اليوم حين ذكرى 75 لتقديم وثيقة الاستقلال الذي قدمها حزب الاستقلال والوطني الأحرار بتنسيق تام مع جلالة الملك محمد الخامس رحمه الله. الهدف من هذا اللقاء وهو تقييم ما تحقق من إنجازات في بلادنا وكذلك استشراف المستقبل، وبالتالي دعونا أولا أن نغتنم فرصة النموذج التنموي الجديد لكي نصل إلى ميثاق مجتمعي جديد لينخرطوا فيه كل المغاربة، وتكون فرصة لتقليص الفوارق الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية وإعطاء فرص لشبابنا ولنسائنا للانخراط في بلادنا وكذلك العمل على تطوير أداء اقتصادنا لخلق فرص الشغل للمواطنات والمواطنين. من جهة أخرى نعتبر كذلك أن هذه فرصة لدعوة الحكومة لمراجعة البرنامج الحكومي لكي يتفاعل مع هذه الاختيارات ويعمل على بعد ثقة للمواطنات والمواطنين. شكرا. اللي دازوا فيها الأجداد ديالنا، وفي نفس الوقت رسالة للأجيال المقبلة من أجل نضال التوابيس ديال البلاد وديال الوطنية وديال الروح النضالية ديال المواطنين والتشبث ديالهم بالوطنية والوطن والملكية بالدرجة الأولى. هذا هو الهدف الأساسي، وهي ذكرى اللي كتبقى دائما عبر التاريخ ستستمر لتذكير الأجيال بالمحطة التاريخية اللي قاموا بها المناضلين. وهذه الوثيقة هي دليل ديال النضج ديال الأجداد ديالنا والناس اللي سنيوا هذه الوثيقة وديال حزب الاستقلال كيفاش تخلص من الاستعمار.